وضمن أولويات العمل الحكومي وفي الجانب الخدمي، أجرى قائم مقام قضاء بيجي محمد محمود الجبولي رفقة رئيس هيئة المستشارين في محافظة صلاح الدين ومدير الدائرتي البلدية والكهرباء جولة ميدانية بعدد من أحياء القضاء لمتابعة سير الأعمال وتشخيص مكامن الخلل في تلكؤ مشروع الماء بحي الرسالة، إلى جانب الإشراف على ربط خطوط إنارة الطرق بخط الطوارئ لتشغيله. وأكد الجبولي التواصل المستمر مع مجلس المحافظة بغية استمرار الدعم للمشاريع المهمة الجاري تنفيذها واستحداث أخرى للنهوض بالواقع الخدمي بعموم بيجي. توجيه مباشر من السيد محافظ صلاح الدين وبتخويلي مكلف على مشاريع قضاء بيجي بالمتابعة والإشراف. زرنا اليوم قائمة مقامية قضاء بيجي لمناقشة موضوع ربط الإنارة حسب توجيه السيد المحافظ على خطوط الطوارئ. هاي المشاريع الإنارة اللي موجودة وتم تأهيلها عن طريق بلدية بيجي، وجدنا أن أغلب الكشوفات غير متضمنة وجود محولات كهربائية لربط هاي الخطوط على خطوط الطوارئ. السيد مدير كهرباء بيجي أستاذ خالد فيحان مشكورا قد عمل كشف بهذا الاحتياجات، سوف نرفعها إلى السيد المحافظ لغرض ربط هذه الشوارع على خطوط الطوارئ حسب توجيه السيد المحافظ. كما قمنا بزيارة إلى شوارع حي التأميم للاطلاع على تنفيذ وجودة تنفيذ المشاريع، حيث وجدنا الكثير من الملاحظات الفنية على تنفيذ هذه المشاريع. وجهنا بلدية بيجي بتكثيف الجهود والإشراف الفني الصحيح على هذه المشاريع. كما قمنا بزيارة إلى حي الرسالة للاطلاع على واقع الحي بعد مناشدات من أهالي المنطقة. هذا الحي وجدنا أنه تقريبا ممدود فيه خطوط مياه الشرب لمساء تقريبا بحدود كيلو، يحتاج إلى مد أنابيب مياه للشرب. كما أنه وجود كما تفضل السيد القائم مقام بالتلكؤ من قبل الشركة، نعم وجود تلكؤ وجود خلل، الشركة لم تقم بتنفيذ هذا المشروع، فتحت تقريبا جزء من الشوارع وتركت العمل. نحث الشركة على المباشرة فورا لهذا الحي الحيوي بعد مناشدات المواطنين. الشركة اللي محال إليها حي الرسالة طبعا مثل ما أسفت هي شركة متلكعة أخرت كثيرا العمل، ما سبب طبعا ضرر للمواطنين وعدم عودة المواطنين، كله بسبب هذه لأن الحي حقيقة مركزي وحيوي في مدينة بيجي ولم يحصل له تطوير وأكثر المواطنين لم يعودوا بهذا السبب. تشرفنا اليوم بزيارة الدكتور صالح زبار رئيس المستشارين السيد محافظ صلاح الدين، حيث قام بجولة بصحبة السيد القائم مقام قضاء بيجي على المشاريع المتلكية والمشاريع المنجزة في قضاء بيجي. وتم إجراء كشف على شارع 30 لمنفذ الإنارة، ولكن لم يتم تشغيل هذه الإنارة لعدم تضمين محولات وإيصال شبكة كهربائية في ضمن الكشف المعد من قبل البلدية، علما أن جميع الشوارع المدينة اللي هي دخلت فيها مشروع الإنارة والتي لم يتم العمل بها لحد الآن هي لا يوجد أي توجيه أو استشارة من قبل كهرباء بيجي حول تنفيذ هذه المشاريع. فتم الاتصال حاليا من قبل الدكتور صالح زبار وتم تجهيز محولة لشارع 30 محولتين، وسوف يتم العمل المباشرة بها في إن شاء الله اليوم لتشغيل هذه الإنارة.